زي حضراتكم حكاية جديدة من حكاية أولاء أمور الجنباز إحنا تسألنا سؤال النهاردة السؤال ده كان صعب جدا عملت عليه سيرش كتير عشان أعرف أوصل للكشور بتاعته فممكن يبقى فيه يعني الموضوع مش كامل قوي لكن إحنا إن شاء الله هنستفيد من الفيديو ده الفيديو ده عن أول لما انتشر على الفيسبوك موضوع المدارس وبطولات المدارس إيه بطولات المدارس؟ هو انا ينفع ابني يشارك فيها ولا ما ينفعش طب هل في فايده اللي هو يشارك فيها ولا ما ينفعش فمن هنا بدات اللي انا اكلم بقى ناس هم مسؤولين وحضروا بطوله المدارس دي كذا مره وهقول لكم ان شاء الله بقى في 3 اربع دقايق الفكره كلها بتاعت بطوله المدارس عشان برضو ناخد سامري صغير احنا هنتكلم عن اسكندريه عشان انا من اسكندريه اسكندريه ادارات بتنقسم لسبع ادارات تمام اداره شرق واداره المنتزه واداره وسط وكذا اداره اول بطوله بتتعمل دي بطوله الادارات بيطلع منها اوائل الاوائل دول بيتاهلوا حاجه اسمها بطوله المحافظه محافظه اسكندريه بعد محافظه اسكندريه دي الاوائل بيتاهلوا لبطوله الجمهوريه فعشان الواحد يوصل للاست هو عنده ثلاث حاجات لازم يعديها بطوله المنطقه او الاداره وبعد كده المنطقه او المحافظه وبعدين الجمهوريه خلاص وبعد ما يوصل للجمهوريه وفي ثانويه عامه مثلا بيبقى دي اب تو 16 درجه على حسب الترتيب بتاع الولد ايه الجمباز المشترك في المدارس على حسب الورقه اللي انا شفتها هو جمباز فني وجمباز ايقاعي فقط طيب ايه المراحل العمريه اللي احنا ممكن نخشها وهل هي مفيده ولا لا المراحل العمرية هي ابتدائي وإعدادي وثانوي الابتدائي عادة بيشتركوا هو رابعة وخمسة وستة أو الصف الرابع الصف الخامس الصف السادس دي المنافسات والجيم بتاعها المكسب بتاعها مش بيبقى قوي أكتر ما هو اللي أنا ابني بيحتاج بطولات جمهورية وكاس مصر ومعاهم بطولة المدارس فده احتكاك زيادة يجي بقى الأهمية أكتر بقى منها هي مرحلة الإعدادي وبيتنافسوا أولى إعدادي وثاني إعدادي وتالتة إعدادي لكن المكسب بيوصل للعيب اللي هو تالتة إعدادي إيه هو مكسبه؟ في مدارس بيبقى حكومة أو تجريبي أنا مش عارف بالظبط عشان تطلعي من مرحلة الإعدادي تطلع لمرحلة الثانوي ساعات بيوديك التنسيق بتاعك أو بيوديك المنطقة بتاعتك لمدرسة بعيدة فالحافز الرياضي اللي أنت بتاخده في المنافسة بتاعت الجمباز ده بيساعدك اللي انت تروح مدرسة قريبة من بيتك او مدرسة احسن شوية ده في الاعدادي مرحلة الثانوي المنافسة بتبقى اول ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي ومنلي بتبقى مركزة على ثالثة ثانوي ليه بقى ثالثة ثانوي عشان هي ده حافز الرياضي انا مدرسة بتاعت ابني وقت اكس رافضه تماما ان انا اشترك في ابتدائي وفي اعدادي قالت لي انت هتستفيد امتى قلت لها هستفيد في الثانوي قالت لي احنا هنطلع معاك ناس في مرحله الثانوي لما تبقى مفيده ليك كدرجات فانا دي مثلا مدرسه ابني فانا ابني مش بشترك كله في في البطولات الصغيره تالتة ثانوي بقى المنافسات احنا برضو بنعدي بعد ثلاث مراحل وبتبقى في مدارس الحكومة غير اي جي أنا بقول لكم كشور وممكن يكون فيها غلطات صغيرة وممكن فيديو يتفرج عليه السنة الجاية تلاقوا النظام اختلف بس الكشور دي بتفهمنا ولو 40% او 30% من البطولات دي بيبقى الدرجات من اول في الحكومه من اول درجتين ل 16 درجه على حسب ترتيب الولد وهم دايما تقريبا بياخدوا 8 مراكز يعني من اول للتاني وكل واحد بيبقى ليه الليفل بتاعه طب الامريكان والاي جي بيبقى ليهم برسنتج معينه اب اللي انا برضو وصل لي ممكن يبقى صح وغلط اب تو 2% فاديكوا كده ملخص سريع للمنافسات ومواعيدها بقى بتبقى مع الاداره بتاعتكم او مع التوجيه الخاص بالمدرسه بيبعتوا لها جوابات بالتنسيق مع هيئات مختلفه عشان ميعاد البطوله فكده ارجو ان انا اكون اديتكم ملخص يا رب يكون مفيد لو في غلطات سامحوني بس انا والله تعبت على قد ما اقدر عشان اوصل للمعلومه دي السلام عليكم اشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم